صباح الخير مشاهدي الام تي في بلبنان بمختلف انحاء العالم، بتامل نهاركم دافئ اليوم برغم من درجات الحراره المتدنيه، ولكن الطقس رائع. يعني بمعنى مش ضروري تكون دائما الشمس كتير قويه لحتى يكون الطقس حلو، او السما تكون دائما كتير زرقاء لحتى يكون الطقس حلو. في اوقات كتير بيكون الطقس حلو لو كان في بعض الغيوم، اليوم في كتير من الغيوم بلبنان، درجات الحراره كتير واطيه، ولكن اليوم بتصور التمشي شغله كتير حلو ما تبعده كتير. أكيد مثل ما كنا عم نقلكم بعز العاصفة ضروري إنه ما نكون عم نتجول ونبعد وكمان نعلق ونصير بدنا مين ينقذنا، مثل ما صار مبارح بأكثر من 30 شخص أنقذوا من العاصفة، وقتين كمان كان في إصابات. فالرجاء أكيد الانتباه، ولكن مشوار قريب كتير حلو بهالطقس الفعلا رائع. عم نكتشف ريحة جديدة، نكتشف جو جديد عادة يمكن منتخبى لما بيكون موجود وما بنقدر نتمتع فيه. نحن برنامجنا اليوم أكيد مواضيعه عديدة، اليوم رح نحكي عن كتير من المواضيع، ورح يرافقني أمين وجيسي اليوم بلايف. بونجور، هاي كاتيا، كيفكن اليوم؟ ماشي الحال؟ كيف كانت الطريق؟ طريق منيحة اليوم، أنا كنت متوقعة تكون أسوأ من هيك. ما هيك كنا مفكرين إنه اليوم رح يكون أسوأ من امبارح. هلا ما بنعرف شو بيصير خلال النهار، ولكن عن جد الطقس حلو. بونجور، كيفك أمين؟ أنا زينة. العاصفة ما أثرت علي، بس أول ما فتت أثرت علي العاصفة كاتيا، وهلأ ضربتني العاصفة جيسي. لا حرام أمين، عليكم اليوم يعني ما بدنا شيء يضربك، عم باكل عواصف من أول الصبح. اليوم راح ترفقوني كل النهار جيسي وأمين بمواضيعنا يلي أكيد منوعة بالفقرات يلي ثابتة، ونحن عندنا كمان فقرات متحركة مع ضيوفنا. أكيد راح نكون كمان مع الديلي ريبورت لليوم، واليوم راح نروح على زحلة، راح نشوف المغارة الميلادية مصممة ومنفذها المغارة يلي كتير مميزة. أكيد نحن طلعنا على زحلة قبل العاصفة وشفنا المغارة، أما هلأ بزحلة التلج مغطى الدنيا، كمان مناظر كتير رائعة بزحلة، ولكن انتبهوا كمان على الطرقات العالية خاصة ببسكنتا، فالطرقات بهالوقت هي طرقات مقطوعة، فانتبهوا على حالكم. خلينا نروح على زحلة. المغارة بلشت فيها بأول أيلول، أخذت معنا 3 أشهر بالضبط، كل يوم كنا نشتغل فيها تقريبا بين 10 ساعات إلى 12 ساعة بشكل متواصل. قلت له يا رب بدك تساعدني حتى نحقق هاللوحة الميلادية يلي بده يكون فيها جو فرح وجو سلام، وتكون إن أمكن قطعة من السماء على الأرض. كل شيء عم بتشوفوه هو شغل يدوي، زينت سما الكنيسة بنجوم وصلت ل 3000 نجمة، كمان شغل إيدنا. والصورة اللي صورتها حتى العالم يتأملوا فيها هي بيت لحم بوقت الاكتتاب، إجا يوسف ومريم عم بيصير في الأحصى، ما لقوا محل، الضيعة عمراني في كتير ناس بالبيوت وما لقوا محل، طلعوا على هالإسطبل حيستمت الولادة. يعني جد يعني هو حسب ما قال أنا كنت إيده اليمين، واشتغلنا بكتير فرح وكتير سلام وسعادة، كنا مش مستنظرة هالقد جميل وهالقد حلو، لأنه هو كان حاطط بلان براسه، حاطط صورة مصورة براسه، أنا ما كنت عارفة شو بده، بس شو بيطلب مني أعمل كنت أعمله. بنسى التعب معلوم، بنسى وقت بشوف هالصورة الحلوة وهالعالم يلي عم تجي تصلي وتركع وتبكي قدام هالمنظر الفرح. واشتغل أبونا على إنه يحط سلام وفرح بقلوب العالم. فعلا الناس عم بيجوا من كل المحلات وعم بيشوفوا هالتحفة الفنية يلي أنا بشهد إني عملتها بمساعدة شفيعي يلي هو القديس شربل، وبتمنى انه يوصل لكل العالم تيعرفوا انه بزحله بمدينه الكاثلكي بهالمدينه يلي كل الناس بحبوا يصلوا بحبوا الايمان، عم بعمل عمل يوصل لكل العالم. ان شاء الله تكون دار السلام يعم السلام من زحله لكل العالم.
بعدنا باجواء الميلاد وزمن الميلاد ومنيح انه يكون الثلج اجى على العيد بالرغم لو انه قطعنا بس توقيت فترة حلو. صغيره بس توقيت كثير حلو. موجود جيسي مبسوطه تكوني معي اليوم. رح نكون باب تو ديت مع كثير من الاخبار. اكيد رح نبلش مع زينه زينه شو ما بدنا نسميها بيمشي الحال. انما المهم انها عاصفه يعني حلوه ثلج مكلل. اشتقنا لها بلبنان. اي صحيح. ثلج كلل عن جد كل الجبال وبيعلو حلو يعني خاصه انه البيستات رح تكون مبدئيا تفتح من بعد هالعاصفه ان كان بالزعرور كلاب او كان حتى بالارز او يعني بكل البيستات بلبنان رح تكون فاتحه من بعد هالعاصفه. مناظر رائعه عم بتكون ولكن الانتباه اكيد للجليد يلي بيتكون خاصه الصبح ورح يكون درجه الحراره 10 تحت صفر ببعض المناطق بالبقاع. طبعا ليك ملا مناظر رائعه يعني مش معقول. هون صاروا حلوين شرايط الكهرباء زي ما قلنا ايه ولا مره لفتره لفتره صغيره. طبعا عدم سلوك طرقات الجبليه مثل ما عم بتشوفوا الا عند ضروره ومثل ما قلت لكم قبل شوي هلا يعني حاليا طرقات بسكنتا مسكره بسكنتا بالتحديد الهيئه كمان في ثلج عم تتلج. عمل الصليب الاحمر والدفاع المدني مستمر اكيد وكان امبارح في انقاذ لاكثر من 30 شخص وكمان لاجلاء بعض الجرحى فالانتباه ثم الانتباه. اكيد تحيه كثير كبيره لعناصر الجيش اللبناني اللي موزعين على كل أكيد. المناطق طبعا وخاصة بالبقاع واللي بالرغم من ظروف التأس الصعبة عم بيكونوا جاهزين للحماية وللمساعدة وكمان تحية للدفاع المدني ويعني الأمن الداخلي. عملوا إنقاذ ل 30 شخص امبارح. صحيح صحيح. الوضع منه كتير مثل ما عم نشوف بالصور شغلة كتير مهمة قلتي ما لازم نتمشى لأنه التلج عن جد بخوف على الطرقات. صحيح. وكنا عم قول أنا وياك باقي التلج خليكم بالبيت ما رح نروح لمطرح وقتها تخلص العاصفة. مستمر العاصفة الهيئة للأحد هلا في مجال تتجدد سبت وأحد كمان بس نعرف أنه بالطقس ما بنقدر نكون كتير دقيقين. طبعا تحية لكل عناصر الصليب الأحمر الدفاع المدني الجيش اللبناني الأمن الداخلي و فكرنا عند الأسرة كمان بجبال الألمون يلي كمان بهالطقس الصعب أكيد فكرنا عندهم. طبعاً امبارح شفنا أنه في أضرار كتير كبيرة بالمرافق الأوزاعي صور جبال بين 8 و6 أمتار كانت علو الأمواج وطبعاً هالشي أثر. بس بدنا نذكر بشغلة واحدة بعد بيها الموضوع. أول شيء أكيد المدارس مغفلة مثل ما شفتوا قبل شوي ودور الحضانة مغفلة. جامعات إجمالاً كمان عم تكون مغفلة. نحن مراسلين منتشرين على كل المناطق اللبنانية في منهم كمان نايمين بالمناطق العالية لحتى نكون up to date بي هالموضوع. أرقام الطوارئ حفظتيهم؟ لا ما حفظتهم معتمدة عليك كاتيا. لا ندرسهم سوا ما تعتمد علي. دفاع المدني 125 مركز الإطفاء 175 الصليب الأحمر 140 الأمن العام 17 وقوى الأمن الداخلي 112 حفظتيهم؟ لا عم جرب. من العاصفة بلبنان رح ننتقل على باريس اللي امبارح كاتيا كانت عم تقطع كمان بعاصفة بس على بطريقة مختلفة. ومثل ما كلنا سمعنا امبارح كان في الهجوم على الصحفية هالهجوم الحزين واللي مش بس فرنسا والرأي العام الفرنساوي والعالم انتقدوا هالموضوع حتى بلبنان نحن ضمننا معهم. مثل ما بتعرفك خلال هالأتاك 12 صحافة استشهد بباريس. طبعا عم نحكي عن شغلي ابدو هالصحيفة الساخرة يلي مش المرة الأولى بتتعرض لأتاك بال2011 كمان أثر كوفر لإلهم كمان صار عندهم مشكلة بس بوقتها ما راح في ضحايا. هالمشكل اللي صار مبارح هو على أثر الكوفر ماجازين يلي كان عم بيسخر بأمير تنظيم داعش أبو بكر البغدادي ومن بعدها أجوا شخصين هجموا على المركز تبع الصحيفة وهرب من بعدها. اليوم الرئيس الفرنساوي عم بيقول انه الفرنساويين كثير متحدين اكثر من قبل وراح يكونوا عم بيتصدوا لهالهجوم الارهابي وقال انه بيتمنى انه يقدروا يلقوا القبض على هالشخصين. الصبح كان في تجمع كبير ما بعرف شو صار بعدين تجمع كبير بساحات باريس. الاشخاص الثلاثه عرف من عرفوا هويتهم لانه الهيئه هن ورايحين عملوا اكسيدان
وما لحقوا يسترجعوا هوياتهم أو بطاقاتهم من سيارة فان عرفت هوياتهم. بتصور في شخص منهم سلم نفسه والشخصين التانيين عم يجري ملاحقتهم وهن شقيقين كمان. كمان على أمل إنه ما يصير في أحداث بهالطريقة على الصحفية، لأنه اليوم مثل ما حكينا خلال كونكتد بفكرة قبل قلنا إنه الصحفي على طول عم بيطلع لها الحصة الكبيرة خاصة بكل هالمشاكل. منكفي جولتنا كاتيا، وهلا وين رح نروح؟ هلا رح نرجع على لبنان على زينة أو هدى أو يعني شو ما بدنا نسميها. المهم إنه عاصفة أكيد، صحيح إنه حلو، صحيح إنه المي بركة، وصحيح إنه الثلج نحن ناطرينه، ولكن طبعا بي الأعالي وبخيام النازحين عم بيكون في صعوبة كبيرة، وفي امبارح 3 ضحايا يعني من جراء العاصفة، فأكيد السقيع ما عم بيكون عم يمرق. هلا ونحن عم نشوف على كل حال كمان فيضانات على الواطي، ولكن واو. على العيلة في سقيع، فطبعا عم نشوف هالصورة يلي أنا كمان حضرت على الفيسبوك، في عالم مبسوطة عم تنشر وفي عالم عم توقف قدام الموجة يلي ممكن تكسر له ظهره بكل سهولة. في هيدا شخص على كل حال شفناه امبارح على وسائل التواصل الاجتماعي اللي كان عم بيواجه الموجة، في شخص تاني قيل امبارح انه اخذته الموجة على تاني ميل من الاوتوستراد على الكورنيش وخلص بعجوبة يعني ما بعرف شو. والحلو انه كانوا اللي عم بيصور كان معه طفل، انا حضرت يعني انه اليوم اذا على بالك تعمل هيك شيء خلي ولدك بالبيت، مع انه منه شغلة ابدا انه لازم تنعمل يعني. هيدي اكستريم امين ما بعرف هلا شو هلا بتعملوا اكستريم اوف ماي بالمايند. مزبوط 100%. رح ننتقل هلا عند شوي هيك اخبار سياسيه. بتعرفي رغم الاوضاع الجديه بالسياسه، مثل ما بنعرف كان دكتور سمير جعجع بمؤتمر صحافي حكي عن الاوضاع بزحله وكيف الاهالي عم بيتصدوا لمعمل الاسمنت بزحله. كمان بذات الوقت كان في شيء مهضوم لدكتور سمير جعجع يلي ألقى تحية لأحلام يلي عملت له فولو على تويتر وقال بحييها وبقول لها تحية احترام وتقدير لفنك ولشخصك، شكرا على المتابعة ملكة أحلام. ونحن بنعرف على تويتر عنا النائب جنبلات اللي هيك معروف شوي على طول عنده اكتيفيتي، اليوم انسرقت الأضواء منه وكان عنا نائب تكتيل تكتل التغيير والإصلاح سيمون أبي رميا يلي كمان من وراء الزينة مثل ما عم بتقولي. وعم نحكي مش بس المصايب عم بتصير بالجبل، عم بتصير على البحر، فالأمواج العالية بجبال خلته يقول إنه اليوم بيبلوس سورمير صار بيبلوس سومير سومير ومكتر مثل ما عم مثل ما عم نشوف. فهيدي كانت كومنتس مهضومين عن تويتر للسياسية. رح ننتقل إلى مصر. لأول مرة بتاريخ مصر الرئيس بيشارك الأقباط احتفالات عيد الميلاد والحضور بيهتفوا بنحبك يا سيسي. خلينا نشوف، رح نشوف فيديو أو رح نشوف صور، رح نشوف صور. فإذا الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر خطف الصحافة والأضواء والرأي العام حول العالم خلال الساعات الأخيرة مع مشاركته الأقباط بالاحتفال بعيد الميلاد. كانت مفاجأة حلوة يعني، وكانوا العالم عم بيتفاعلوا معه بطريقه كثير حلوه، وحسب ما عرفنا انه تم هيك اخذ شي 12 زقفه خلال وجوده القليل بالكنيسه. رح يكون معنا فيديو ولا منكفي الاخبار؟ تضج بالتصفيق، الكنيسة تضج بالتصفيق. تحية للسيد الرئيس أول مرة يعني على حد معلوماتي، هعمل سيرتش كده وأشوف لو كان، لكن أول مرة يعني يحضر رئيس مصري قداس عيد الميلاد. كل القساوسة والآباء يعني بيقبلوا السيد الرئيس وبيحيوه. مفاجأة الحقيقة سارة جدا، تدخل بصراحة البهجة وبتغير يعني هو فعلا شباب عندنا عملوا سيرتش أول رئيس مصري يصل إلى قداس عيد الميلاد، يعني يشارك في قداس عيد الميلاد، يشارك في تهنئة الإخوة المسيحيين والشعب المصري كله.
بصراحة يعني هذه الخطوة يعني أبهجتنا، احنا كنا برضو في أجواء حقيقة كده بوصول السيد الرئيس، يعني وصل منذ قليل من الكويت وهو في قداس سيده. من مصر بنرجع على لبنان، نرجع على زحلة. مزبوط، في عنا اليوم صورة اليوم بعتها حسام برازي من بلدة إبلياس القريبة من زحلة. عم نحكي عن البقاع الأوسط. هالصورة الحلوة كتير يلي انبعتت لنا وعم بتفرجينا لبنان الأبيض. طبعا عم نحكي إن شاء الله ما يكون عنده شغل، اللي عنده بيت فوق بالعكس يعني إذا عنده يقعد. شغل خليه مطرحه ما هيك عالق بالثلج. في عنا كمان صور تانيين، وكل هالصور عم تنحط على الام تي في. عم نحكي عن هاشتاج جود مورنينج، هاشتاج لبنان. سو هي بيكتشر اوف ذا داي. بدلة لكشف الكذب، بدلة بس يعني جاكيت أو حتى بدلة لا كاملة لكشف الكذب جديدة، لأنه كشف الكذب بالطرق يلي كانت مستعملة لحد هلأ كان فيه شوية يعني أخطاء. مزبوط. فهون رح يكون في سنسرز من فوق لتحت لما بيكون في تحقيق مع أي شخص، لحتى إذا كذب يمكن بعدين يطول منخور ويبقى من وراء الجاكيت ممكن يعني. ولكن لكن هالبدلة يعني مكلفة جدا، متصور كلفتها شي 49,000 دولار، وأكيد عم ينشغل على إنه ينزلوا لها من يعني متى. طبعا الشغلة لما بتكون جديدة ما بتكون مكلفة بالأول. ننتقل هلا على الكوت اوف ذا داي. كاتيا اليوم رح نروح عن سلفادور دالي، هالرسام الاسباني اللي كثير مشهور. ومن القصص الحلوه اللي قالها: The secret of my influence has always been that it remained a secret. يعني اعظم سر وراء تاثيري بالناس هو انه كان على طول هالتاثير سري، يعني ما كان يعبر فيه. ايه الميستري عند الشخص بتكون هيك عندها شارم معين. 100% وهيدا شان سلفادور دالي. رح تابع انا وياكي بعد شوي جيسي بي لايف، بس هلا رح نكون مع اوتو فوكس. خليكم معنا.